بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، ينطلق على حضراتكم سابع أشواطنا مع أيضا انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين. مباشرة مع المركز الأول ضج محمد بن سعيد الوهيبي اللي ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني الشاهنية سالم بن حمد المالكي على ثاني المراكز. المركز الثالث أبراج، هنا من يتواجد سالم بن شطيط المالكي اللي ينطلق مع أبراج على المركز الثالث. المركز الرابع الظبي بدر بن صغير المالكي على رابع المراكز. خامس المراكز والانطلاقات المستمرة والتواجد أيضا من ريام جلال بن حمد اليحافي اللي ينطلق في هذه اللحظات. أعود إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الجميل، إلى التحدي الرائع والمميز اللي ينطلق مع الصدارة هذا الشوط مع المركز الأول الذي انطلقت هناك مع الصدارة مع القيادة هذا الشوط بالتقدم الجميل والعرض المثير الذي انطلقت بضجة محمد بن سعيد الوهيبي اللي ينطلق مع المركز الاول. لكن هناك الوصول من ابراج سالم بن شطيط المالكي، لكن اللي تدخلت وتقدمت هناك سريع شواهين حمد بن علي الحسني اللي ينطلق مع المركز الاول. لكن الوصول من الشاهنيه اللي تواجد حمود بن عبد الله المالكي وصل في هذه اللحظات. اعود الى الصداره الى القياده، سريع مع المالكي انطلق مع الصداره هذا الشوط، روح مع المركز الاول بقياده وتحدي الجميل وتحدي مميز الشاهنية حمود بن عبد الله المالكي على انتزاع لهذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا التألق الجميل والتألق المثير، اسعد الله صباحك وتهانينا والناموس على هذا الاداء. المركز الثاني كان بشعار حمد بن علي الحسيني، والمركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات علي بن محمد الوهيبي مع الدانة. تهانينا والناموس لحمود بن عبد الله الوهيبي المالكي على انتزاع لهذا الشوط بتوقيت زمني مقدار دقيقتين وثمان هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا.